كل بنات سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. الوغ اليوم غندير لكم واحد ريفيو سريع على لي بارفان ديال كوسه. كاملين حجي عندها سيليكسيون كثيره، غادي نوريها لكم مره اخرى. نوريكم ديالي انا ما عنديش بزاف صراحه، لان انا من النوع اللي كنبقى في جوج روايح ما كنفوتهمش، يعني جوج ماركات كيكونوا اكثر من انا كل نهار. لا انا اكثريه زعما من لونكوم ميراكل ما كنبدلاش، وخا جربت زعما نوعيات اخرين فيها ولكن كنرجع ليها حيت صافي كنقدر نبدل، ولكن كيبقاو عندي واحد جوج ولا هكا ما كنستغناش عليهم. المهم نبداو مع كوسه، هي غتشرح لكم لي بارفان. نبداو الصيف ولا نبداو؟ بما ان حنا دابا في الصيف نيت نديرو الصيف. الصيف وي الصيف الصيف كاينه. المهم ما تديوش على الروينه انا حيت راكم عارفين بلي هاد شانيل تاندر. شحال بقيتي في دبي؟ شفتي تجي تقرب عليها وتجربها وبقات كانت يلا خرجات ياك؟ كانت يلا خرجات هاد شانيل. واحد الحاجه نعطيكم حيت فيها جوج ياك، كاينه الصفرا وكاينه هادي الغوز. بقات هي حيره بين جوج، بقينا غادي نجي كل مره كديريها فريمون كتبقى لها هادي سي فغي. شانيل شانيل تما طوب. وهاد تاندر علاش هاد تاندر كتبقى واحد او دو تاندر، يعني ماشي او دو بارفان ولا او تواليت، هادي كتبقى بزاف، تقدري تغسلي حوايجك وتبقى تبقى بحال الميراكل. هادي علاش شريتيها؟ لي مانيفيك. كاينه هادي دولشان غابانا لايت بلو، هادي هي زوينه ولكن ما كتبقاش، ما عرفتش علاش هادي ديال دولشان غابانا ريحتها فريمون السامر. واش خلاها هادي؟ كانت عرفتي بحال كان صيفيه، كانت نيت وحده سميتها واحد السامر شي حاجه كالفن كلين، بحالها ولكن كالفن كلين حسن منها كاع. كتبقى خطيره هادي، ما كتبقاش خاصك تبقاي كل جوج دقائق انت ترش خليها. هذا هو المشكل بنات، حيت ولكن حيت كاين فرق بين او دو تواليت او دو بارفان. او دو بارفان هو اللي كيبقى كيشد اكثر من او دو تواليت. هذاك الشيء علاش ما كتجويه بون. انا شفت ريفيوز ديالها كنظنوش كلشي هكا ما كيبقاوش. حاجه اخرى البنات، بغيت نعطي لكم واحد المعلومه، ان البارفان راه ماشي بالضروره صافي هذا البارفان عند هذا خصني نمشي نشريته انا وتعجبني، راه تقدر هو في لابو ديالو جات معاه. حيت علاش ملي كتمشي تيستي كيتيستيوها لك هنايا، جيت هذا الوريد اولا العروقه اللي عندك باش كتمشي مع لابو ديالك، كنتي كتشميها كتشوفها واش زوينه، تقدي انت تشميها في واحده اخرى زوينه ولكن ملي ديريها ما تجيش معاك. فحاولوا انكم دائما تشوفوا البارفان اللي تجي معاكم نتوما، يعني تيستيوها على لابو ديالكم وتشوفوها واش غتجي معاكم ولا لا. هادي كاينه هادي لا هادي بولغاري، هادي بولغاري نورمالمون. كاينه هادي جاسمين نوار ولكن هادي خفيف ديال الصيف. هاي جاسمين نوار هادي حتى هي، هادي الطوب، مي هادي هادي واعره. هادي اللي بالعود؟ لا هادي البرد. هادي لا هادي البرد. هادي اللي بالعود؟ لا لا هادي الجاسمين نوار. ماشي ريحتها زوينه، ريحتها بحال كاينه وحده عود ولا ما تقولش شي ولا وقال ابتسام ولا كاين هادي بعدا. هادي زوينه، هادي برد، هادي الصيف عرفتي دي فريش كتحسي براسك انتعاش. هادو لي دو بولغاري. شنو اخر اللي صيفي؟ هاد كلوي. كلوي تاهي هي صيفيه فلاوري اللي كتكون على شكل دي فلور ولا هذا. صعبه انا ما عنديش تما داكشي تلوارطو. لا عندي ولكن ديما سبحان الله كنبعد اللي ما كنقدرش. بحال هكا كتبغي تبغي شي حاجه فريش تشمي انت ديال سامبل ديال الزنقه، انا ما كتعجبنيش. حتى انا ما بغيتش داكشي تلوارطو. هادي فريمون قاديتهم، هادي علاش مسالي، هادي كانت كنرشها في البيجاب. هي زوينه ولكن سي بارده. هادي مون بلون ماي ليدي زوينه، كتبقى لك هذيك اللي زوينه خفيفه بحال النظافه. هذا فلور دورونج ما عرفتش لعيبه بحال هكا. هادي زوينه، هادي مون بلون. هما الصراحه كيما قلتي ديال هادي زوينه. هادو كيما قلتي اللي بغيتي شي حاجه فريش ديال بحال هكا ديال خارجه من الشاور وديريهم خفيف. شنو اللي عاوتاني الصيفيه؟ بقى عندك كنتي؟ انا هادي درتها وي ماما صافا. هادي هادي جابت كوسر كلشي كلشي. نو هادي نينا ريتشي، مي فريمون كنحسها كانت جابت كوسر فاش جات من دبي، جابت لنا كامل. هي كانت يلاه خارجه ديك الساعه طوندونز، يعني كانت خارجه ديك الساعه كوسر فاش كانت في دبي 2011 ومات 2011 ومات 2012، وكانت يلاه خرجت وجابت لنا كامل. شويه باقا عندها ما واقعش راه جوج مرات موراها. ما عرفت ما كتعجبنيش ريحتها. لا لا بالعكس زوينه صافا. فوالا انا هذا الشيء بحال دابا عندك هادي تايا شي بارفانات كيضيعوا. راه تشوف لي بارفان ديالي فريمون
ماشي كلشي كيشري. لي لي غام كيكونوا غاليين حيت فريمون كينشروا حنا هاد المره كيعجبني نعود مسك داكشي خاصه ما عندنا نعود انا لا هادي حتى هي هادي ديور هادي سيد ضياع هادي خديتهم كاع الانواع واصون ياك ديور ما كتعجبنيش ما عرفتش علاش ما كتعجبنيش هادي جاتني كادو انا ما حيت هادي كلشي حتى هي ضياع عندك شي عندكم شي مارك وشي رويح كيخرجوا ضياعو صراحه حتى انا ما بغيتش الريحه تكون ضياع يعني اللي عندي تكون عند واحد اخر صراحه واحد المره صاحبتي كسرات الشروايح وهي تقول لي نشوف هذوك الروائح قلت لها راه شوفي راه خاصك تفهمي واحد الحاجه راه ماشي بالضروره شميتي الريحه فيا ولا في شي حد اخر تمشي تشري بحالها ولا شويه واش تجي مع لابو ديالك واش هادشي معاك واش غتمشي تشميها في راسك وتعجبك وتعطيك واحد الانتعاش وتكوني حاسه براسك زعما مزيان نجي كتشميها في ذاتك ماشي في واحد اخر يعني فهمتوا حاولوا دائما تشوفوا البارفان اللي يكون زوين ويمشي معاكم ماشي بالضروره حيت هو مطلي في السوق يكون اونيك يعني يكون عندك بوحدك سبيسيال فهمتي انا بعد المرات كندير ثلاثه ترويح كيسولوني شمن الريحه ما عرفتش فيا ديفو الريحه والعكر كيسولوني كنبقى نقول لهم والله حتى ما خلطت ثلاثه كيجي كتجي بيزار ولكن باش كتعطيني واحد الحاجه مختلفه حيت الا فهمتوا الريحه خاصها تكون سبيسيال تكون شي حاجه تشميها يعني الواحد ماشي ديما مول في شمه يشم الريحه دوزي من حدا شمه تجي زوينه تعجبو فهمتي يقول واو ريحتها زوينه ماشي دايره ديك الريحه انا ما هادشي صحابونا فينا العيقه ولكن والله ما ماشي هكاك ماشي كيسيون ديال غير هي كيسيون ديال ان الواحد خاصها تكون عنده شي حاجه سبيسيال اوني خاصها فيه شانيل ما كنديرهاش هادي ولكن خطير راه ما دايرهاش بزاف ما كنديرهاش بزاف حيت لا ولكن كتبقى شانيل ريحتها يعرفوها شانيل حيت شانيل معروفين شانيل معروفين هادشي كابانا هادشي زوينه سي دابا يعني تاع البرد زوينه الريحه ديالها ريحه فريمون كتحسيها فخمه الريحه ديالها هذه اسكادا البرد اسكادا زرقاء وحده كتمشي سان زوينه هذه ديزارمي برد ديجا فاش تشوفوا الريحه في هذه الكولور عرفوها برد تحتاج قعد تشوفي هذه الكولور كتكون غامق ديال المجهد بحال هذه هاي هذه راه حتى هي بروميس مي انتنس هذه اش كيقولوا لها موبوسان هذه موبوسان هذه عود هذه فيها عود وداك الشيء بارده هاد قلت لها بعدا هادي ديال ما عندكم بحال هادي اف سي لوران دايا مي هادشي هاد عندكم هادي بواسون ديال هادي فريمون ما كاينينش حوايج اللي ضايعين كاينه لا كاينه اللي خفيفه انا عقلك كنت كنشري هادي هادي انتنس هادي ريحه ولكن هذه اغلبيه كتكون بزاف ريح انا ما كيعجبنيش الروائح اللي فيهم بعدا السويت بحال فانيل بومبون فانيل بومبون دي من الريحه خاصها تكون سترونغ هادي مونتال هادو مونتال بوحديتهم خطر انا درتها في هذا حتى لليوم مونتال راه حطيتهم ليكم وقال واش حطيتهم عاوي طوب 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 هادو خطيرين راه حطيت النوار في الانستغرام شي قربتي تقلب هادي قربت هادي كنديرها باقي فيها هادي كنديرها كنت كنديرها بزاف ولكن هادي روز ميسك روزز مسك هذه زوينه فمسك زعما ريحه ريحه عود مونطال البنات راه هادو حتى هما كيتعتبروا من لي بارفان الخطيرين دابا حاليا تما مونطال من اروع الروائح اللي كاينين دابا حاليا هادي فهمتي كاين فيهم بزاف شي 3 5 ولا ديريكت الريحه ديالك كتحسي بها ماشي ما ضيعاش طوم انا بون هذا موغلر هذه إليان موغلر هذه كنت شريتها كنت في امريكا خديتها من ديوتي فري هذه عندي لعبتي كتعمريها ماشي نفس هذه هاي هذه بحالها هذه العاديه هذيك النورمال اللي كلشي كان كيدير عنده هذه تيري موغلر هذه انجل إليان إليان هذه إليان إليان هذه العاديه هذه معها إليان معروفه غير هو فيها حتى يد شريت هذه كنت شريتها العماره ديالها من ديوتي فري وكتبقاي عندك هذه عامره وكتشري هذه وهذه عامره كنت حيت لا ريحه الطاط هذه هادي سي طوب هادي بغيتوها البرد سي واعره بحال ريحه الرجال ديما معروفه بريحه الرجال شويه انا كيعجبوني الريحه اللي غادي الرجال كتكتب بابا ديما هاد الليل هادي الشاده عاطينك معها هاد كتحلي هادي ميزاك كتعمريها ما نظنش هادي كانت غير في ديوتي فري ما نظنش واش كيبيعوها بحال هكا هي العماره غيبقاو في ديوتي فري هادي واعره هادي مزيدين على المسك ولكن سي زوينه وعاطي على ريحه مجهده ديال الرجال يعني هادي نادتيها فريمون شو هاني بزاف كاينه تونفورد علاش ما كنتش كندير هادي كاينه هادي تونفورد عود وود انا العود هادي ديال العود وداكشي كتلقاوني
بارفو كنخلي ليه هذا البواطه ديالو بحال كتبقى باش ما يبردش بحال كتبقى مسخنه هذيك الريحه. انا ما عرفت كنقول بحال هكا يعني كتعود شي حوايج كتبقى هذه تونفورد عدود سي يونيسكس كديرها مراه وكيديرها راجل مي طوب مي فريمون طوب سي كلاس زعما الريحه كيف ما قلتي حتى هي تونفورد راه معروفه باينه يقول لك هاد تونفورد هي جديده هادي ذا لاست وان عندهم هادي تونفورد اوركيد سولي كنت شفت ريفيوز عليها زوينه وصيت شي حد يجيبها ليا مي ما عجبتنيش الريحه ديالها فيها بحال الكانيل فيها وانا ما عنديش مال صافي فهمت بحال واحد الورد كيري مثل المدرسه انا غاليه ولكن انا ما عجبتش شفت الريفيو ديالك زعما هل قلت لكم البنات راه ماشي بالضروره تشريو ماشي مجربه ما عجبتنيش هي باقا عامره ريحتها ديال الورد ديال هذه فريش طوموبيل ولا لا مجهده ديال هذه الطوب هذه هذه كانت عندك نيكتي في دوبس هذه ديال عبد الصمد فراشي او جادور هذه راه مع الثالثه ثالث وحده ابار جبت دوبي مش كنشريها حتى منها كاينه في المغرب عند عبد الصمد القراشي راه تلقاهم بلاك ستون راه كاين في المغرب ولا هذه شاريه من المغرب هذه سالت لي هذه شريتها من المغرب وقيله الثانيه هذه جادور ما كتبانش عوديك ماشي عوديه لا هي مسك مسك كانت اغلبيا العود انا ما العود شويه العود راه ما كاين اللي ما يعجبكش فيه العود مجهدي راه مجهدي يقدر مي هذه واعره الطوب هذه صيف برد تقدري هذه تخلطيها كديريها ميلونج مع شي ريحه فهمتي كتجي زوينه انا ما عنديش مع الميلونج مي كتجي واعره درنا هذه افسلوران راه ريحتها حتى هي زوينه انا جادوخ البرد هذه بيزيفولي كارتي حتى هي البرد هذه تاع البرد واعره حتى هي زوينه ريحتها فهمتي كديريها كارتي باينه كارتي. المهم البنات ديما الريحه فاش تمشيو تاخذوا الريحه تيستيو عاودوا تيستيو عاودوا تيستيو وعلى لاكو ديالك تمشي رجعي وسيري شميها حتى تبرد ديري واحد ساعه ولا ساعتين حتى تبرد وعاودي شميها فك عاد تشري الريحه ماشي ديك الساعه تشميها وتشريها راه بعد ما كيكون حتى الكول وكتكون باقي الجهه طاغي عليها ما كتقتنعيش بها البنت كتندمي هادي جو مالون هادي واعره فيلفيت روز اند عود خلط عود مع لان تقدر لي ما عندوش مع الواحد مجهده هادي شويه مجهده انا كتعجبني ولكن فاش كنبقى نشمها تقدر تضرني في راسي وي ريحتها عود هادي تاع عود ماشي مسكره لا لا هادي بحال كتسري في المول ديال دبي هادشي ديرها حتى شمتي ترشي على حوايجك هادي شميها غتشوف اللي ماجي لبرا لدبي عاد تلقاي كره العود انا ما عنديش معاه وزدت كرهتو كتولي كتمشى اي ولكن العود هما كيديروا بزاف هما خاصهم شعانهم في ديك الريحه جلابيتهم عبايتهم يعني كتولي انت في المول كتشمي ريحه العود زعما اللي كيكون ما عندوش معاه كيزيد يكرهها هادي بحال هادي بحال هادي ديال هادي مجهد بحالها هادو زوينين ولكن زوينين هادو كيكونوا رويح على عود ياك داكشي ديال الامارات ونما خفيف زوين اصلا ما غيلقاوش في مكان غير باريس غاليري يعني في الدول العربيه مجهده انا اش كندير لهاد الرويح كنخلطهم كنشد شي بادي بحال ديال فيكتوريا سيكريت ولا شي حاجه بحال هكا خطيره معهم اصلا هادو الرويح اللي فيهم زيت راه شتي كتبان لك يدمع اويل فيها الشيء كتبان لك ماشي بحال فيها زيت وما كما كيقولوا لان انا مجرباهم كديريها في هذيك كتحسن انك ترشي لان مشيتي تير ترشيتيها صافي تقدر تمشي للسبيطار من غير مجاهدين كيكونوا الا ما كيسيبورتاش ريحه العود ودوك الروايح الخليجيين وهذاك الشيء ما يجي واحد غير يضروا راسو فريمون غيتخنق شنو اللي باقي هذيك وقيله ناسيسو اللي خديتيها اللي داك المره كوتر تقول بتفيها ماي فيفريت هذه دابا هي الريحه ديالي اختي كبيره وي هذه الريحه ديالي هذه اللي كنا داك المره هضرنا لكم عليهم فاش خداتهم عند واحد لاباج في فيسبوك نو ولكن طلعوا مدرحين لا زعما طلعوا مدرحين واعره هذه لا علاقه مع القرين بون كان غلط وجاب لي هذه ولكن هي صعبة شوية غوز هادي شوية شوية بحال لونكم جاتني بحال شي ريحة بحال شي ريحة كانت بكري مي هادي واعرة عرفتي كاين شي رويح هادي واعرة ديال زمان ديال الصغر هادي خطيرة هادي ديال شي رويحة ديال زمان هادي عاوتاني هادي هي ماي فيفورت زوينة
ماشي ما كتبانش فيها شحال كتوصل حيت هذه هي ماي فيفورت. هذه راه هي شنو لك ريحتها بحال بحال هذيك اللي عطاك الكوبي ديالها شويه غير هذه مجهده وخفيفه. هذه كانت هي اصلا اخر وحده خرجوا هذه بيو مسك واعره مي ماشي كاين اللي ما يعجبوش مسك مي مسك لا هذه زوينه ماشي مسك داك زعما ما فريمون كاين داك المسك اللي عادي رخيص كتحسبي مسك ديال ما عرفت شنو ما كيعجبنيش. هذه هي هي ومونطال سي واعرين سي كلاس تقدري مع المسك. المسك هذا كتقدري ديري حتى في الصيف مونطال هما الطوب دابا حاليا المشاهير كاملين اللي كيديروا مونطال دابا حاليا. هادو راه كاينين خمسه الانواع ولا ما عرفتش شنو وين واش بزاف مي داك العود والسلطه ماشي هادو دابا خطيرين تما. هذه اللي بيربل هذه بيربل نورمالمون موف. كاينه وحده اللي لي غوز كنت شميتها خفيفه وكاينه ما عجبتنيش مي هذه الطوب هذه كاينه النواغ اللي عندهم حتى هي بالعود وقالوا له ما عرفتش بالهذا كاينين زوينين زوينين مونطال كاينين تما اللي على لي فخوين عندهم بزاف غير دخلوا الباج ديالهم كاينين ولكن انا هذه كنشوفها احسن وحده اللي الواحد حيت حنا المغاربه اون جينيرال العود ما عندناش معاه بزاف عا كتقول العود العود ما تشم العود والله ما هذه حتى هي كدير لي الشقيقه حتى هذه عود هادشي هي باقا تقولي جديده باقا ما استعمل فريمون حيت راه داكشي مجهدين العود الا ما كنتيش سيبورتي غادي يضر لك فراسك ولا في نيفك غادي يضر في الاخر ديال الشقيقه. مي حسن خذوا المسك انا جادور المسك هو احسن حاجه كيبقى خفيف على العود خفيف على العود هذه هذه كانت هذه عرفتي هادشي واعره هذه ماري كاري ماري كاري او جادور سيان هذه بحال لونكوم فوريفر تاع البنت لونكوم فيها ميغاكل كاينه في الفوريفر وكاينه الميغاكل العاديه. انا الميغاكل العاديه هي اللي كندير مره خرجت لي خالتي فوريفر ما عجبتنيش انا خالتي جابت لي فوريفر عرفاتني كندير ميغاكل بغات واحد المره تجيبها لي وجابت لي ميغاكل ولكن ما عرفاتش شنو الفرق بيناتهم. انا كنستعمل ميغاكل لي غوز هي جابت لي فوريفر موف راه تقريبا بحالها هذيك هذيك البرد هذه انيا هذه فريمون بغيتو البرد البرد وديرو شي ريحه او ماي جاد مجهده ولكن واعره. المهم كما قلت لكم البنات الروايح كيبقى غير لو شوا ديال الواحد وعلى حساب لو كور ديالك وعلى حساب ديما جربي وخليها حتى تبرد وعاد سيري للدار وعاودي شميها ملي تبرد. وانا بعد المرات والله الا كنخليها ونغسل يدي ولا غدا لي نشم واش باخر الريحه كاينه ولا لا كنعرف واش بعد المرات كتلقاي والله الا ولكن ميغاكل الصراحه كتصبني حوايجك تعودي تجبديهم وتلقاي الريحه باقا فيهم ميغاكل زوينه لونكوم انا ما كنستغناش على ميغاكل واخا نجرب نجرب اللي جربت كنرجع لها هي ضروري. وهذه كنصحكم فريمون وماشي ما غالياش ما غالياش بعد المرات كتلقاهم دايرين داك 50% كتشري جوج بحال دابا نورمالمون هذيك المره خديتها موان 50% كان لو بري كان عندك تاخدي دو شوز كتاخد هذا وكتاخد شي حاجه بمواتي بري ناقصه وديما 50% فريمون هذه واعره 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 من عند عبد الصمد قراشي واعره هذه ديال صيف برد تخلط وي تخلطيها مع صيف سد كندير لك الصيف هذا هذا اللي زوينه كديريها خفيفه ومجهده ويلي شاده انا تجي جايه مع بيجامه عرفت كي كنتي كديريها كديريها معايا بيجامه التليفون حمد الله كنتي مقزبه بيجامه الفوق عاد صحات معايا انا التليفون فين شاده كاع ما كنشوف فيه لا لا حاولت كتجالسه لتحت هذه ديال البرد باينه هذه ديال البرد اوه فريمون واعره فوالا البنات. مهم هنا عطيناكم فكره اش خلاها اللي تشريها واللي ما تشريهاش تجربي وتجربي ودائما ما تسرعوش ديروا نهار ولا يومين وبقاو تجربوا فيها مره وجوج وثلاثه عاد باش تقتنعي واش غتمشي مع لابو ديالك انت ملي غتشميها في راسك واش غتكون زوينه باش الناس ملي غيدوزي من تحت واش تشميها فيه ما يعرفوا الريحه غيشموها فيك زوينه حيت قديت تشميها انت في واحد اخر زوينه ولكن فيك انت ما تعجبكش ريحه القرفه فيها فضيحه كتشري الحاجه لا تجربي انا مع انك تجربي تجربي واش غديري ضروري تجربي ولكن من بعد ما تبقايش انا هذه جربتها تسرعيش وفاش بديت كنديرها ما حضرتش جاتك مجهده مجهده وي يعني تجربيها وتبقاي بها
علاش قلت لك الريحات تجربيها شوفي تبقاي على الاقل واحد 90 ولا 3 ساعات تشوفي واش كلاس لا فريمون كتقدر لا لا والله غير بصراحه حيت الروايح ما نستعملهمش هاي كما قلت لك طنفرت هذه اخر فاش يلا خرجت خديتها هي بقى عامر لا ولكن هذيك ريحتها ريحتها قرفه ما عرفتش شكون اللي بقات كتشكروا بلا ما نقول وهادي وطاطا وخدمه هذاك الشيء علاش الناس عمركم حنا راه وريناكم عطيناكم فكره يعني ماشي بالضروره تمشيو تشريو نفس الماركه ولا قلت لكم واحد المره صاحبتي انا مع محطه لي بارفان عندي بحال هكا سميتو ماشي مؤخرا وليت كنحيدو من تما حيت كتجيب هاد المنطفه مدمناش كتبدا تزروط فيهم الوغ كانت كتشوفهم كتسحب ان فهمتي غتشري الاولى وتشري الثانيه وواحد المره لقيت نشوف هذيك اللي باقا لي قلت لها راه خاصك تجيبي واش غتجي مع لامبو ديالك راه ماشي شافي ريحه عندك شفتي عندي تمشي تشري بحالها ولا راه شوفي واش تجي معاك ولا ما تجيش معاك حيت تقدر تجي معايا انا وما تجيش معاك انت وانت الريحه اللي كدير تجي معاك وما تجيش معايا انا فهمتوا ديما بحال هكا تجربوا الروايح حتى تقتنعوا بهم في لابو ديالك كنعاود ناكد في لابو ديالك على هنا كتجربيها وكتمشي للدار وتخليها فيك وتبقاي تشمي مره مره تشمي وتشوفي الريحه كيفاش واش كتقبليها واش لا حيت بعد ما في الاول كتعجبك من بعد ملي كتبداي تشمي فيها كل شويه كتعاودي تشميها وتعاودي تستها كتحسي بها ما بقاتش مناسبك ما بقاتش عاجبك لان ملي كتبرد عاد كتعطي الريحه ديك المفعول ديالها الحقيقي عاد كتبان لك ريحتها الحقيقيه دونك ما تسرعوش وكنتمنى ما تشراش كنتمنى تستافدوا من النصائح اللي عطيناكم وما ديرهاش في داك داك التخيك اللي كيعطيك ديال ديما تيست على الحمك ما تخليهاش يعطيك تيست في دوك الوريقات ولا شنو ديما تيستي في يدك وشمي شمي شويه قهوه وعودي شميها ولا هذا تيستي وحدين اخرين وبدلي البلاصه اللي كتديري فيها كل بارفان باش تبقاي كل ساعه شمي هاد الجهه وشمي هاد الجهه باش تقتنعي بشي وحده فيهم اللي غتمشي مع لابو ديالك يلا البنات طولت الفيديو كنتمنى انكم تستافدوا من هاد النصائح اللي عطيناكم وما تسرعوش دائما في اي حاجه ويلا باي باي غنوريكم هادي ديال عبد الصمد القراشي حتى هي كتشري من عنده هاد هذا ديال المسك كاينين بزاف الانواع كاين مسك مخلط فهمتي بالروايح هو المسك راه لتحت الشيه هو هذا الابيض مع شي حاجه وكاين هاد الريحه اللي عجبتني كاين ديال لي فروي فخيز وهذا زوين كتاخذوه كيعبر هادي كتاخذوا هاد القريحه ولا كبر منها ولا المهم كتاخذوا شنو كتقديري تخلطيه معايش كديري غير كديري غير شي شويه منه فاش كدوشي هاد البلايص اللي البلايص اللي كتحسي بهم فهمتي هنا هاد دائما الريحه كدار هنا ما كدارش في الاماكن الحساسه ما كيداش فيها لان انا ما كنصحش في دوك البلايص كيداروا الروايح بصح كياخذوه كيديروه لدوك الاماكن المناطق الحساسه وكيديروا من بعد هذاك الشيء كيبغي النقاء لا سمحي لي هذاك الشيء كيبغي الغسيل وسالينا الغسيل والغسيل والغسيل ما كيداش لا ريحه لا حتى حاجه لدوك البلايص يعني بزاف كياخذوه كيقولوا يديروه زعما في بلاصه مزيل العراق لا حيت هذا لا درتي في بلاصه النبض راه كيتعطى في لو كور ديالك كامل واش ديري هنايا عندكم ريحه ديما كدير هنا اولا كدير في النبض في المناطق اللي كتكون بحال هكا كتسمعي بحال جيت وجيت العنق هنايا ماشي شنو نوريهم بلاتي نديرو وهنا دائما الروائح كيداروا في هذه المنطقه هذه وف كيدار في هنا وجيت المنطقه ديال الصدر البلاصه هكا في يديك وراك يعني ما كترش الريحه غير هادشي كديري هادشي اللي كاين دونك البنات هادو كيجي بحال هكا كيجي في هذا لوبوات حتى هي زوينه يعني حتى فكره تاع كادو مثلا ولا شي حاجه كيبقاو كاين قياس على حساب كاين هادي جوكوا دي نص طول هما كيعبروا بهذا الشيء وكاين بغيتي قد هكا بغيتي كبر منها مي هذه زوينه وكتهزيها معك في اي بلاصه انا عجبتني هذا القياس وكتهزي معك في اي بلاصه مهم تحركي حتى فاش كتكوني حاطاه كيبقى كيهبط تحركي وكديري فوالا البنات صافي هادشي اللي كاين كننساو مره مره شي حاجه نعاودو نديرو عليكم يلا باباي البنات تهلاو في راسكم كنتمنى تستافدوا من الفيديو والمعلومات والنصائح اللي شاركنا معكم باي.